لا زالت الحوجة هكذا، ولسنا حوجة من قبيل نقول كلاسيكية أو متحنفة أو ضيقة. سواء كان أنا لا أريد أن أعتدي هذا الاعتداء أقول خاصة بالحيض والاستحاضة، ولكنه مجازا هي تقريبا هي خاصة بالحيض والاستحاضة. وفي حين أن العالم ليس بهذا الترتيب، الحيض والاستحاضة يفيد كل نساء العالم، صح هذا بالتأكيد، ولكنه مع ذلك هناك أمور أكثر من ذلك بكثير وأعلى من ذلك بكثير وأحوج من ذلك بكثير. من قبيل إن كان مرتب، أنا لا أريد أن أستغيث أحدا، جاني شاب على كل حال بالبراني قال لي بأنه أنا ذهبت، أنا الآن كنت يعني قبل قليل كنت في براني أحد المراجع وسألت سيد فلان النظرية لأينشتاين أنه ماذا تقول فيه، ماذا لم تقول نظرية نسبية على ما في بالي أو أي شيء. قال لي أنا صار لي 30 سنة ساكن النجف ولا أعرف جيراني، تريدني أعرف أينشتاين من هو؟ في تعليقه أنه سخط في عن عيني فورا، أي هذا المتكلم سخط هذا عن عينه فورا. فأنا بهذا المعنى لا أريد أن أسقط عن عين الله سبحانه وتعالى وعن عين المجتمع، إنما قلب المؤمن مرآة الله الله، فإذا كان سقط المرجع عن أعين المؤمنين معناته أنه فقد رضاء الله سبحانه وتعالى. وبتعبير آخر أننا يعني أن الحفظ على أي حال كأفراد قادة بمعنى من المعاني للمجتمع ينبغي أن يكونوا كما قال الله سبحانه كما في الخبر من لم يحمل هم المسلمين فليس بمسلم. فإذا كان المرجع لا يحمل هم المسلمين فمن يحمل هم المسلمين؟ فلعلي الله تعالى جعل لي مثال التوفيق إذا كنت أنا أهل بهذا التوفيق.